الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعن أبي محمد وحلقوري عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما قال وحيري أخبر النبي نبي وشيخ صلى الله عليه وسلم أخبر النبي نبي وحى الله والرميد صلى الله عليه وسلم أني أنا أقول إنا نري والله بان قد أرتي لا أصومن النهار مالك وانسومي ولا أقومن الليل هبينك ودن وان تغنى المعيشك إنت النور سا إنا قد أرتي وان نبي الله شيخ هبينك ودن وان تغنى مالك ودن وان صومنا. فقال رسول الله وحيه صلى الله عليه وسلم أنت أذبو الذي كيسو متي تقول كقو لذلك أرنقات. فقلت وحاني له النبي قد قلت وان إريوي هذا الكوان إري بأبي أنت وأمي ويدي يا أباي الله كفرت يا رسول الله. قال وحي نبو فإنك أدو لا تستطيع ذلك ورمكري كرت أرنت فصوم صوم وأفضل أفر مرنا صوم مرنا أفر ونم ساحة وقم مرنا إستاق مرنا ساحة وصوم صوم من الشهر بشه وحكسه أنت ثلاثة أيام تدحبري فإن الحسنة حسنة بعشر أمثالها طوال الله كيدوي وذلك أنا مثل صيام الدهري oo bishii la arka saddex bari hadaan ka soonto waxay kula mid tahay adoo sanadko dhanba soomay waxay saddexda bari waa bilbay u dhiganta al hasanatu bi ashri amsalha way maalin markaa soonto sagaal baa lagu daraya saddexda bari markaa waa bil saddexda bari waa bil marka waxay la mid tahay sanadko dhanba adoo soom qultu waxaan idin buu inaan anigu wadiiqo waan kari karaa afdal min dalik kaas wax ka fadhi badan baan samayn karaa rasuul ilaahay maalin saddex bari kaliya bishii waa igu yartaa. قال وحي النبي فصوم صوم يوما وافطر يومين هذا بس هذا قال ان صوم لا ما علينا افطر قلت وحاني فاني اضيق افضل من ذلك كاس واحد كفل بدل ما سمعين كذا اود بالله يا حب. قال وحي النبي فصوم يوما وافطر يوم ما علينا صوم ما علينا افطر فذلك صيام داوود وي نبي داوود صوم كيس وي صلى الله عليه وسلم وهو اعدل الصيام وي افضل الصيام صوم منك وفصل بدل. وفي روايه هو افضل الصيام وي صوم ميت كأو فضل بدن وين صوم كنبي داود مالن لا صوم مالن لا أفر. فقلت وحاني يقولي فإني أضيق أفضل من ذلك كاس واحد كفضل بدن بان سمين كراو بحيث مالن الأركين صومه. فقال رسول الله يوفي صلى الله عليه وسلم الله أفضل من ذلك واحد كفضل بدن مبجر صوم كنبي داود صوم كفضل بدن مبجر كاس نبي. قال وحو يري عبد الله بن عمر بن عاص ولا أن أكون إنا أهاله قبلت من أقبل ثلاثة تصدح لي الأيام إمالمها التي تاس. وقال رسول الله رسول الله ويشعر صلى الله عليه وسلم يا أحب إلي اللي يجع البغي هذا من أهلي ومالي حتى أهلك يجي مالك يوكو بدل الله صدح البريء ونهو يشعر ذلك أقبل حان أقبل وهيه لي ومرك وقت يتنبأ جوا حقا ويروين هذا وتبر يري يا وحكر لا يهد مال الله كبين وصف إلينك ونهو يسلم حان رصد الله أقبل الله وأقبل وهيه لي. وفي رواية وحكوث نيد قال وحي النبي وعلم أخبر ميان ليسيين أنك أذو تصوم النهار مالك ودن إنا صنت وتقوم الليلة. قلت حاري بلا يا رسول الله فأي لابو. قال وحي النبي فلا تفعل هيئي صم وأفضل ونم وقم مرنا صوم مرنا أفر مرنا سيحو مرنا يعني استاد وصنان يعني واحد جو اكتدأ هسمين لجوج فإن اللي جسدك جركا عليك تشعر حقا بكله جركا وحق بكله وإن لعينك إسعادنا عليك تسأل حقا بكلها وإن لزوجك زوجتنا عليك حقا بكلها حاسك أقول حق بقول لي هبينك وقتنا هذا ساقناته فإلى حقوق ذات ما الله يعزم وإن لزورك مرتدنا عليك حقا بكلها مرتدنا حق بكلها آية وإن بحسبك وحابك وقفلنا وكافنا أنت صوم إنا صوت بسعر بيش الأركبة ثلاثة أيام فإن لك وحاكوسنا ذي بكل حسنة حسنة الأركبة عشر أمثالها ثمن بالغو الله بيعي فذلك فإن ذلك كاسو صيام الدهر سنة كونان أدو صومي بي لمتا فشددت وانسكو أدكي بوري فشدد علي أنا والي أدكي وانت رخصة النبي وانسكو أدكي مركز عني اللي أدكي. فقلت حاني يا رسول الله
إني أنا أجد وأن هي قوة هو أود قال وإنه صم صيام النبي الله داود وحكى لها دادي دي نبي إلهي يعني سوك يتصوك نبي داود ولا تزيد عليها كزيادة قلت وحاني وما كان صيام داود نبي داود سوك يسمحوها قال وحي نبي نسوي الدهري ويسند نسكي دول وسند وسومي جري سند يعني مالا وسومي جري مالا وأفري جري مركا وسند كنسكي لح بلاد بين غنسة إنا صنت فكان وحوه هذا النبي يعني نبي داود عبد الله إلهي أدونك فكان وحوه هذا عبد الله يعني عبد الله بن عمر ويقول مثل هذا بعد ما كبير مركو تقوي بعد يديا ليتني سليتني قبلت محمد وأقبله ورخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرخصة النبي محمد يلوى وكوش الله يجب وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم الدهر ألم أخبر ميان ليش يجب النبي أنك أدو تصوم الدهر ورسول سنة كوردن إنا صلى الله عليه وسلم وتقرأ القرآن القرآن كان على قرص كل ليلة نبيك لا كقرآن كورمي فقلت وحان البلاء يا رسول الله وان سمية ولم أريد ولم نجد بذلك كانت إلا الخير خير مو وحكة ولم نجد قال وحي نبي فصوم صوم صوم النبي الله داود نبي إلهي نبي داود ها صوم كيسي صوم فإنه كان وحوه هذا يعني أعبد الناس ذلك مثل هو عبادة بدن وقرأ القرآن القرآن كأغرب في كل شهر بشي الأركو بشي الأركو وقرآن كمرأة قلت وحانني وما لك يجوز أغري وي معنى قلت وحاني يا نبي الله إني أضيق أفضل المداد فأبو يرتاح قال وحي نبي فقره أغري قرآنك في كل عشرين لبعتنك بريبة مرة منه قلت وحاني يا نبي الله إني أضيق أفضل المداد قال وحي نبي فقره أغري قرآنك في كل عشر توبري قرآن منه يعني غريز أمرك ما لك بنا تدع جوز أغري فشددت وانسكو أتكيبوري على نفسي فشديد علي أنا واللي وقتي وقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنك أدو لا تدري قرن ميزي لعلك وحالك يا أبا يطول بك عمر العمر ينفور درال عمر قابل درال ومرك هذا وأكريوي قال وحيد عبد الله بن عمر فصرت ونقضي إلى الذي كي قال للنبي النبي صلى الله عليه وسلم والوين هذا فلما كبرت مرك أن تقوبي يعني وددت وحانج على هذا بولي أني أنا وكنت إن هذا قبلت من أقبله رخصة النبي الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية وإن لولدك عليك حقا الماء وحق بقولي وفي رواية لا سام من سام الأبد يمكن أبد بان سومي إلى صوب أبو سمنان قاله ثلاثة صدع ضرب من الفعل وفي رواية حب الصيام صوم مثل لو وجعلها إلى الله تعالى صيام داود وحب الصلاة صلاة مثل لو وجعلها إلى الله تعالى صلاة داود كان وحوى ينام نصف الليل أبين كان يتكيب وجيه في جري ويقوم ثلثة وثلث كيسنا ويقوم جري وينام سدسة وأبين كان يتكيس إلى لح ساعة ثلث بوكي جري يعني وحو قدر جري مركة صدح أفر ساعة لو كله لابد تلوس كيسو أفر ساعة صدح ما من أفر لبيته أفر ساعة مركز لبدر لحلي واطمان ساعة وينام سدوس ووطن بيره وسيحان وطن بيره سدوس أديل هو لحمل من لبا آية مركز سدوس ووطن بيره وسيحان جري وكان وحوا يصوم يوما مال بسوم جري ويفطر يوما مال هو أفر جري ولا يفر مع رد جري إذا لا قاعد وفرق لكم المدقال فوقلنا مع رد جري من دول آية وصبر جري مرحبا السيد عيال نبي داود عبادي سيكون ضايو مكان ولي وفي رواية عبد الله بن عمر ذي وحي أصلا مغرغون روايات ردو حوي إن هذا عبادة بدن السوفياء عبد الله بن عمر بن عاص إن عجيبه هذا عبادة بدن وفي رواية وحاكسنا قال وحي عبد الله بن عمر بن عاص أنكحني أبي أباه قلت إيقوري امرأة قبر بو إيقوري ذات حسب النسق صاحبه قبر يعني النسق صاحبه قرح بدن وقراش قبر دي أبوه ناسنين ويد سيب رابعه وكان وحوها أباه يتعاهد مد يعني وحال أجاده يا كنته أي امرأة ولده كنته وحاله امرأة الولد في الكاجا كبره وقبله ومقعبا كن مركب وحو أجان جري إن كان إنه نزل في عبادة قوة عليه هاي بوجا كبر قرص بدن ورق ورشاد أنا والله بسي مركز أبيه يعني تهم بوك قبي مركز تجبره ويجين جرب العضلة كون يعني هذا وتهم بك قبيه من كان من أبي وقف لا ينسى أن ينادى أولا مركا وكان وحوا يتعهد مدي أجادوها كنته يعني ملكي سحاسكي سوا امرأة ولده هو هي امرأة ولد فيسألها ويدين جري عن بعلها زوج بل إن كان زوج كور فتقول مركا وحي لا ذاي له عمر بن عاص وأبيه وحي لا ذاي نعم الرجل نعم الرجل ننبع نعمله يا من رجل بقول نعمة بذي المقصود بالمدح هو عمرو يا هو عبد الله بن عمرو من أصله أقول نعمة بذي أبوه نفسه
lam yada ma joogsanin lana anaga firaashan gogol naguma istaagin bay tiri gogasha anaga baba ku istaagin walam yufatish mana uuna faydin oo lana anaga kanafan asturna nagama qaadin mindu ataynaho markaan u tagnay ya habeenkii la soo gelbiyey laga soo bilaabay ilaa hadda gogashaadanna kuma soo istaagin ya asturna nagama faydin bay ya yaa oo ninkii dhammaaya arooska ahaaba markii gabadh loo soo gelbiyey salaad buu isaga jira habeenkii oo dhan su salaatule lagu taagay unbaa lagu aadaamaya sugu masaajid buu istaagay khalas gabadhana adi gabadhii horeya qureystahay waxay ahaayeen socka badnaay ayadana hawsa gurigeeda maamulka gurigeeda unbay istaaysataa wax hadaloo laga maqlaayeen ma jir marka ruuqii socda geedaha markuu weydiiyey saasay markaa tiri nin asagaa ugu nicmo badan uguna wanaagsan aaye falamaa daala markuu ku dheeraaday daalika arrintaa calayhi yacni waa camar binu caas cabdullaahi aabihiis wey markuu arrintaa ku dhehe markaas markuu weydiiyey ka waran badan waa sidii un cibaadisi buu ka wataa markay arrintaa ku dheeraatay dakara daalika di nabiya sala allahu calayh wasalam nabigu kuu dacwey nabigu ku dacwey hadda ninka cabdullaahi ah dee cibaada ma wax kale waa lagu kari laayahe gabadhii quraasha ugu qurx badnayd haddaan u dhisayna saasay gabadhii leedahay waa kan gogasha booma kusoo istaagay yahay faqaala wuxuu yidhi nabigu ilqani bihi bal ila kulmi bu igu yeer macnaha ha ii yimaadee ila kulmi macnaheed waxa weye ha ii yimaadee ii soo dir wey falaqiitu waan la kulmay bu nabiga aad u tegey bacdi intaa bacdi faqaala wuxuu yidhi bu kayfa tasuumu seed usoontaa qultu waxaa yidhi kula yowmi dee maalin la arkaba waan sooma qaala wuxuu yi nabigu kayfa taktimu lqur'aana qur'aankana seed u dhammaysaa qultu waxaa yidhi kula leylatin habeenkii la arkaba oo nin caawo inuu qur'aanka dhameeye rabo yacni ma gabar buu la baashaalaya kaysaba uma helaye kaysaba uma helay waayo salaadii buu ka gaarsiinaya qur'aankii uu dhamaynaya wadakara wuu sheegay naxwa maa sabaqa wixii aan soo marnay wa kaana wuxuu ahaa markaa nabigu markaasuu yidhi ma keri karta arrintaas sidaa aaduu markaa intii axaadiisaan soo marayn oo dhan uu markaa nabigu la hadlay wuxuu yidhi jooji arrintaan hadhow waad ka salaahi doontahay wa kaana wuxuu ahaa yaqra-u mid qu aqriyo oo cabdullaahi bnu camar bnu caas weeye waa markii dambe calaa bacdi ehli ehelkiisa qaar ka mid oo astubaca qur-aanka ii dhegaysa u dhihi jiray alladii kaasoo yaqra-u uu aqrinaya habeenkii yacni qur-aankiisu habeenkii buu u dareerinayaa maalinkii uu dhihi jiray ii dhegaysta yacriduhu wuu bandhigayaa min annahaari maalinkii buu ehelkiisa u bandhigayaa liyakuuna inuu noqdo akhafa calayhi bileyli habeenkii mid fudud waay qur-aanka maalinka haddaad soo akriso habeenkii dee inaad ku tukato way kuu fududaani si aad akrina dee uu kaasii dhumi qur-aanku waidaa araada markuu doono an yataqawaa xoogaa inuu yaro xoogaysto afdara ayaaman maalmuu afurayaa wa axsaa wuu tirinayaa wuu xisaabayaa wasaama wuu soomayaa mislahunna ayagoo kalo karaahiyata an yatruka inuu ka tago iyuu yacni yunacayaa shay-an shaygoo faaraqa calayhi nabiga nabigu uu ku ogaa sala allahu calayhi wasalam waay kullu haadihi riwaayaat saxiixatun weye mucdamuhaana fi saxiixayn muslim bukhaari baa wariyey wa qaliilun minhaana fi axadihima ay ok yani mutafaq bi riwaayaat kalo dhan muslim bukhaari baa isku waafaqsan qaarna yani midna bukhaari baa wariyey qaarna yani muslim baa wariyey wacan abi ribciyin waxaa laga wariyey xandalata binu rabiica alawsadiyi alkaatibi yacni kaatibka ahaa ee yacni karaaniga waxa qori jiray axadi kutaabi rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam nabiga raggii karaaniyaashiisa waxa u qori jiray midkood buu ka mid ahaa qaala wuxuu yidhi laqiyanii waxaa ila kulmay abuubakrin abuubakar baa iga hor yimid oo ila kulmay buu yihi radia allahu canhu fa qaala wuxuu yidhi kayfa anta yaa xandal maxaad ku baridi xandalow bal iska warna qultu waxaan idhi buu yidhi naafaqa xandalatu xandalo waa munaafaqoobay qaala wuxuu yidhi abuubakar subxaana allah war ilaahay baa nadahan maa taquul maxaalel waxaa sheegaysa waa qultu waxaan idhi buu yidhi nakuunu waan ahaanaynaa cinda rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam nabiga ayaan ag joogaynaa yudakirunaa wuu na waaninayaa markaan majliskiisa fadhina biljannati iyo wannaari buu nagu waaninaya ka annaa waxaad moodaa ra'ya caynin naartii iyo jannadii inaan aragno baad moodaa markaan nabiga la fadhina wuu na wacdiyo faidaa kharajnaa markaan baxno min cindi rasuulillahi markaan ka soo baxnay sala allahu calayhi wasalam caafatna alaswaaja haweenkii markaan dheehno iyo wal owlaada caruurtii iyo wadaycaati badeecooyinkii iyo adduunyada markaan dhex galno nasiinaa waan hilmaamaynaa kasiiran wax badan wixii nabigu noo sheegayay baan hilmaamaynaa haddii soo munaafiqnimo maaha taas munaafiqnimadii uu sheegaya waa taas waan isbedelaynaa wey macna qaala abuubakrin wuxuu yihi radia allahu canhu fa wallaahi baan ku dhaartay innaa lanalqaa mila haada aniga nafteyda saasoo kale umbaanahay markaa nabiga ag fadhinaya markaan ka soo tagay isku mid mayhi wey fandalaqtu waan tegay ana aniga iyo abuubakrin xataa dakalnaa calaa rasuulillahi baan u galnay sala allahu calayhi wasalam fa qultu waxaan idhi buu yidhi naafaqa xandalatun xandalo wuu munaafaqoobay yaa rasuul allah fa qaala rasuul llahi wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam wamaa daaka maxay tahay nifaaqaanaa tegay qultu waxaan ihi yaa rasuul allah nakuunu cindaka agtaadaan ahaanaynaa tudakirunaa waad na waaninaysaa binaari iyo waljannati ka annaa waxaad moodaa ra'yaal cayni naartii inaan aragno
isha inaan ku haynaad mooda naarta iyo jannada fa idha kharajna markaan baxna min indika aftaada caafasna alazwaaja ka bedelo haweenkii markaan dheehno iyo wal owlaada caruurta aan iska dhexgalno iyo wadnay caafi badeecooyinka nasiina waan hilmaamaynaa kasiiran wax badan faqaala rasuulullahi wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam waladii macbuud baan ku dhaartay nafsi nafsaydu biyadihi ay ku sugan tahay biqudratii low taduumuuna haddaad daa'imi lahaydeen calaa maa takuunuuna waxaad ahaanaysaan calayhi korkiisa cindii aniga agteeda markaad aniga ila joogtaan saa tihiin haddaad daa'imi lahaydeen iyo wafi dikri dikriga ilaahay haddaad daa'imi lahaydeen lasaafaxadkum lmalaa'ikatu malaa'igtaaba idin musaafaxayn lahayd idin salaami lahayd calaa furushikum gogoshiina korkooda wafii turuqikum wadooyinka aad maraysaan haddaad saa ku sugnaan lahaydeen malaa'igtaaba gacanta idin saari lahaydoo idin musaafaxayn lahaydu walaakin sidaa ma yeeli kartaane walaakin yaa xandalatu saacatan wa saacatan salaata maraat saddex goorbu saacatan wa saacatan saacatan lirabbika wa saacatan linafsika wa saacatan liahlika yani saacatan wa saaca waqtiga un qaybi sidaa maba yeeli karta waqti la arka kuga taagnaan kartaane laakin waqtiga qaybi oo yani saacadba yani sidaa yeeli rawaahu muslim qowluhu ribciyi uu yidhi bikasri raa'i walusadiyinu bilami lhamzati wafatxi sin wabacdaha yaaun mushadadatu maqsuura usadiyun la yidhaha waqowluhu caafasna huwa bilcayni wasiini lmuhmalatayni caalajna markaan la mucaamaloon walaacabna aan la ciyaarno haweenka iyo caruurtii wey wallaycaatuna almacaayishu badeecada iyo waxyaalaha lagada وعن ابن عباس وحال قولي رضي الله عنهما قال وحين بينما النبي صلى الله عليه وسلم بين وقت النبي صلى الله عليه وسلم يخطبه خطبة أخرين أيوه إذا هو بالرجل نمفى نبي قصوى بحي قائم تاقا من تاقا بو أركتا ورسكا تاقا فسأل عنه نبي هو ويدي حيا ننك أقول رحلة تاقا فقال وحيد أذين أبو إسرائيل ويوانك أبو إسرائيل الذي يجري نذر وحوكو نذري أن يقوم إنو تاقنانا في الشمس قرح وهو لا يقعد سفري سنة walaa yastadillu harna uuna tegayninoo hoos iyo waxaas uu raadinayn walaa yatakallamu qofna uusan la hadlaynin wayasuumu wuuna soomanaanay intaas ku nadi yani asagu cibaaduu ka dhigayaa yacni inuu cibaadadii intaa cibaaduu ka dhigayaayo qoraxdaa inuu taagnaado oo uusan fadhiisanin hoosna uusan tegin ruuxna uusan la hadlin akaw inuuna soomanaado faqaala nabiy wuxuu yihi sal allahu alayh wasalam muruuhu amra falyatakallam ha hadle walyastadila ha haraiste walyaqcud ha fariisto walyutima soomu soomkiisa waxaan kaleeto dhan yani cibaado maaha soomka un baa ku jiri yani waan iska taagnaani oo naftaydii baan dhibaysa laguhu ii goraan baan taagnaani cibaado maaha waxaa naftaada ku dhigay ilaahay waxba ku fali maayo cibaadada waxaa dhibkaagaas waaye ko qoraxdaan taagnaana waa sidoo kale ruuxna la hadli mahayo ruux dan le iyo kuwa iga lahaynba la hadli mahayona taana waa qalad yani nabigu ha fariisto meel ha haraysto hoos ha tago yani dadkana hala hadlo walyutima soomu soomkiisa iska taamiy soomku asagu waa fiican yaha iska taamiya isago rawahu lbukhaari baabu fi lmuxaafadati cala lacmaali acmaasha oo la ilaaliyo oo la xifdiyo ayuu ubaab yahay wey qaala allahu tacaala alam ya'ni liladiina aamanuu alam ya'ni alam yaxin miyuusan dhawaanin buu ilahay alam yaqrub wayaxni miyuusan dhawaanin oyna cishqinaynin liladiina kuwa aamanuu ilaahay iyo nabiga rumeeyey an taqshaca quluubuhum quluubtooda inay khushuucda lidikrillah iyo wamaa fii nazala soo degay oo min alxaqi xaq oo walaa yakuunuu aysan noqonin kaladiina kuwii oo kale uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qabl horay oo fataala calayhim ilamad kuwii ahlu kitaabka ah markuu waqtigu ku dheeraaday tabdiil baa ku dhacay oo markaasaa quluubtoodii angigtay oo cibaadadii bay ka tageen markii nabigooda uu dhintay oy muddo dheer joogaan wa qaala tacaala ilahay wuxuu yihi waqafaynaa biciisa bni maryama waqafaynaa waan raacsiinay buri biciisa bni maryama oo rusushii ka horreysay wa aataynaahu linjiil wa aataynaahu waxaan siinay alinjiila kitaabkii injiil ahaa wajacalnaa waan yeelnay fii quluubi aladiina itabacuu kuwii nabi yacni ciise raacay quluubtooda waxaan yeelnay ra'fatan naxariis iyo raxmatan baan yeelnay warahbaaniyatan baan yeelnay suufinimo iyo cabsi ibtadacuuhaa ayagu ay dhambasheen oy la imaadeen maa katabnaahaa calayhim annagu kuma aana farad yeelin buri ilaahay suufinimadaa iyo waxa ay samaynayaan kuma aana farad yeelin ya ila ibtiqaa ridwaanillah laakiin facaluuhaa baa laleeyahay ilaadu bimacnaa laakiin weeye laakiin facaluuhaa way sameeyeen yacni waxaas annagu aana ku fard yeelinay suufinimadaa ibtiqaa'a ridwaanillah ilaahay ridihiisa dalabkiisay u sameeyeen famaa racawhaa ma aysan ilaalinin xaqa ricaayinka marka hore kuma aana waajib yeelin marka ay ilaahay ridihiisa darteed u sameeyeenna famaa racawhaa ma aysan ilaalinin xaqa ricaayatiha ilaalintiisi xaqahayd ma aysan ilaalin way ka tageen wa qaar badan baa diintiisa ka tegay wayiska markaa xuquuqdii ay lahayd ma ayna ilaalinin waqaala tacaala ilahay wuxuu yihi walaa takunuu kallatii naqadat qadlahaa min bacdi quwa ankaasan walaa takunuu ha noqonina kallatii tii oo kale
نقلت فرفريت وفسالين إذا غزلها دون تيدي من بعد قوة من بعد إحكام والربد مركي أكيسي وي أنكاسا حالو يا مثل أكيو من بعد قوة أنكاسا يعني فرفريت بي فرفريت أو ياي مرحبا وحي أهيد بقى اللي قوار حوقا يرد منه مدح يدو دمية هايو صبحي بي سيسوهيد بلاوسة وحوتو ليسو قلبت مركي اللي جوغانا دي بي فرفريت وحال الله واحد مانسو دنتو ليسي بي عدنا تردادين برين هذا وي بلاوي وميسي عدنا كبلاوي حتى عمل كاغون وحاسو كلا نقض لما ربو عبادي ساد قوة دي مركز نلبي عن كجارتين هادين ديبو فرفرت وواحد راتي عن ديبو نقضو وهلقو باية. وقال تعالى إلهي وحر وعبد ربك ربك عابد نبي محمد حتى يأتيك اليقين ويقين لا يفوت ما يقين كن وامح الموت موت كوي إلا أتكتمته عبادي لكد دال ووض حتى يأتيك اليقين. وعن عمر بن الخطاب وحلقه وري رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله وحر صلى الله عليه وسلم من نام منك سعد عن حزبه جزء كثيرين كثر سحر هبينك ومن الليل هبينك وقرسني وصلاتي يا قرآن كأنا قرسني سيا ورد قال لوجه الحزب كان أو عش شيء منه قار كم إذا هتسع حتى وقت أبو جاروا وفقراه أقري ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر صلاة الصبح يظهر كأنت أرد حيث كتب له حلوق ريا كان ما قراه من الليل أتوه هبينك أقري لم رواه مسلم هبينك أتوه ورد كل تسعة من حنوس الصبح لا تسعة مع المكان ثلاث بعد كذا كذب يا الله حاجة كذا ما يسترنا يساو. وعن عبد الله بن عمر بن عاص حلقه ورضي الله عنه وقال وحيد قال لي رسول الله وحيد صلى الله عليه وسلم يا عبد الله عبد الله يا الله تكون هنقوني مثل فلان الهبل وكله إنك هبل وكله هنقوني هاي هاي كان وحواء يقوم الليل هبين كيف سلات الليل وكي عجر فترك قيام الليل بكتب أنا كان نقاس وكله هنقوني هذا سلات الليل عبادة إنسان جديد تتو أود والله سهدنا هقويني ما في علوه متفق عليه. وعن عائشة وحلق وري رضي الله عنه قال وحيث لي كان رسول الله وحواء صلى الله عليه وسلم إذا فاتت صلاته صلاة مركي كتبت من الليل هبين كيف سلات الليل كوي هبين كيف سلات الليل كوي تكنجر هاتي كتبت من وجع الحنون هاتي أغتك أو غيره هاتي أغتك يعني كغلبة النوم من أكل هدوء أكل أو عذر أو عذر يا مع عذر كلا سوى حكلا مباقو قبل صلى من النهار مالك بتكنجري سنسى عشرة رجعة اللبية ثم رجع عذر مالك بتكنجري مركها بينك عبادة يعني ورتك خاص كاي لا تكنجر سهديها بينك كاتك دو مالك كيف أتوسع رأي سال الله إيمان سامي شيء سأدبل نيسا عبادة السنة لا والسوق لا ياو يا والسوق لا مركها والله إيمان سامي رواه مسلم حديث كان مسلم باوري باب في الأمر بالمحافظة على الله سبحانه.